السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنفصلوا جميع واحد العبايه اللي مميزه على العبايات الاخرين، واللي هي دو بياس تحت اللبسه التحتانيه غتكون بلاكمام في هذا اللون، في هذا الغوز. شفت هذا الغوز مفتوح، والعبايه غتكون كحله، وغادي ندخلوا فيها الدونتيل شبكه باش البسوا غادي تبان لكم، وانتم غتفصلوها معايا وغادي تتبعوا معايا وتشوفوا كي غادي نفصلوها ان شاء الله. غنسبقوا هاد الغوز هي الاولى، وهادو من طبيعه الحال هادو الطرفه اللي غادي نزوقوا بهم هاد الكحله، لان غادي ندخلوا هاد الغوز في الكحل. هاد البندات كيكونوا في القدام وكيكونوا في الكمام، كيكونوا هابطين من هنايا في القدام. وان شاء الله هانتوما معايا هذه غادي نفصلوها كما كتشوفوا. هذه فيها تو فيه متر ونص في العرض كما كتشوفوا، كنطويو على جوج بحال هكا هانتوما، والعرض ديالو فيه متر ونص، هو فيه وقطعنا حنايا فصلنا متر ونص 10 سنتيم، كنزيدوها متر 40 اللي عندها في الطول 45. حنا كنزيدو ديما شويه ديال المقص وديال الخياطه، وهانتوما كتشوفوا معايا كنديروا ليه بحال هكذا، كنطويو على جوج كما كتشوفوا هانتوما بحال هكا على جوج هكا، كنسرحوا بحال هكذا كما كتشوفوا، كنديروا ديك الطريقه اللي كتكون اللي كنقول لكم تتكون مربحه للثوب. غير هذه غتجي عندها هذه اللي بلاكما غتجي بحال لاغوب، غتكون عندها واحد الخياطه في اللور. علاش؟ لان غير باش نجيبوها في اللور باش نربحوا التحت يجي عريض. كنديروا بحال هكذا هانتوما كتشوفوا، كما كنقول لكم دائما كنديو هاد الجهه لهنا وهذه لهنا، كنتمنى تبان لكم مزيان هانتوما. دابا هنا هو الكتاف، وهنا غنديروا الصدر، وهنا غنديروا اللونج. غنفصل لكم نوريكم شويه بشويه باش تفهموا مزيان. الكتاف غنديروا 42، غنقسموها تولي 21. الكتاف تنقسموه ديما على جوج، كنهبطو 25 سنتيم، كنعبرو الصدر غنديرو فيه 31، يعني فيه 64 في النص، وفي سميتو فيه 8 في الدورة فيه 28. غنديرو هاهي 32، غنهبطو باش نلقاو لي هونش، هو الحوض هو هذا، غنهبطو بستين سنتيم. هنا غنديرو 34، علاش خدينا هاد العبر؟ غنشوف عاوتاني الحزام، غنهبطو بستة وربعين، الحزام هنا غنديرو 30، هنا الحزام هو اللي كيجي ناقص على الصدر وعلى لي هونش. علاش درنا هكا؟ باش نعرفو شحال غادي نربحو في القسمة اللي قسمنا. هنا غنشوفو عندنا 31، هنا في الفوق عندنا 31 حدا الكتاف، هنا في الطوطال عندنا 31، غنجرو باش نشوفو لتحت، لأن المساحة مكتسمحش ليا لتحت اللي هو هذا. دابا هاد الطرف الفوقاني لقينا فيه في الفوق 31 سنتيم، هنا خصنا نلقاو كثر من 31، لأن غتكون فيه الخياطة اللور اللي هو هذا. بغيت نشوف واش تيبان لكم، هنا خصنا نديرو فيه كثر من 31، غنديرو 32، وهنا غنشوفو دابا شحال غادي يشط لينا في الجنيه ديال تحت ديال العباية ديالنا. ها هو فيه 42، ونفصلنا على العرض ديال الثوب راه غيشط لينا غير 35، والتخيط غادي يجي لنا صغير بزاف. هذاك الشيء علاش كنديروا هاد اللعيبه، كتجي زوينه وكتنفعنا. دابا هذا غادي نفصلوه نقطعوه بالمقص كما كتشوفوا، غنجر لكم باش يبان. غنحلو هنا هو الاول، هنا غنحلوه كنتمنى تعجبكم هي الا تلبست تجي واعره تجي زوينه. كنهزو دابا هذا اللي مسدود، ها هو مسدود هذا من هنا كما كتشوفوا، كنشدو في يدينا كنشدو هذا اللي محلول على جوج ورق، كنقلبو الفوق لتحت، كنلقيو داك الطرف اللي فيه 32 مع هذا اللي فيه 32 مع هذا اللي فيه 31، كنهزو كنحطو عليه بحال هكذا هانتوما كما كتشوفوا. علاش قلت لكم هذا يجي كبير؟ باش يشط لينا هادشي اللي غنخيطو، وهداك ديك الحاشيه اللي غنحيدو، لان ديك الحاشيه كتجي خايبه في الخياطه كما كتشوفوا معايا، كتجي واعره واعره واعره. هاد العبايه ملي غادي تخيط غادي نوريها لكم. قديناه دابا مزيان نتوما كما كتشوفوا، شفتوا دابا هذا راه شيط على هذا، داكشي علاش شيطنا واحد على الاخر.
كنديرو بحال هكا باش نبين لكم مزيان كما كتشوفوا. دابا الكتاف هما هادو كنهبطو ب 15 سنتيم من هنا حتى لهنا كما كنقول لكم دائما. نديرو شنيت ما كتزيد وقاد الطوب، كنهبطو ب 15 سنتيم كنديرو نفس العبار ديال الكتف كنديرو هنا، كنديرو 21 سنتيم بحال هنا، باش الا لبسنا اللبسه ما كتجيناش من هنا خارجه بحال هكا من هنايا، كتجي واقفه. كنجيو من هاد العبار ديال الصدر اللي خدينا كنمشيو عند هاد 15 سنتيم باش هبطنا باش تجي بحال بحال. كنجيو من ديهونش اللي هما هنايا، هو تراسيناه، داكشي علاش تراسيناه في الاول باش من باش ما يجيناش ناقص ولا شي حاجه. كنمشيو لعند لعند الصدر، كنتمنى يبان لكم ديما بان لي، راه الا زوميتوه راه غادي يبان لكم مزيان مزيان. كنجيو دابا من لي هونش من هنا كنسطرو بالمسطره، كنسطرو من هنا حتى لهنا، كنخرجوا كما كتشوفوا في التحت، غادي نجريكم شويه الفوق باش يبان. دابا الطباشير ها هو هنا، كنخرجوا زيرو، كنخرجوا خاوي عفوا، هاهو غادي كيبان لكم دابا. دابا نطاسي حتى لتحت، كنجي لكم الكتاف اللي هنايا اللي كنت لكم قبيله، هنا راه في السماء قد اللي بقى لينا هو ديك 3 سنتيم اللي كان اللي كنطيحوا بها الكتاف من هنا، هي اللي مازال ما وريتكم. هذيك ضروري نبقى نقولها لكم مره مره باش ما تنساش لكم. كنهبطوا هنا ب 3 سنتيم، هنا 8 سنتيم اللي هي هنا، كنهبطوا ب 2 سنتيم، كنخرجوا كنجيبوا هنا طريقه دائريه من هنا، من هاد 3 سنتيم كنخرجوا حتى 8 سنتيم. كما قلت لكم اللي ما بانش ليه مزيان، الا كتشوفوه راه غادي تزومي راه غادي يبان لكم مزيان. هنا كنفصلوا، كنخليو دائما كنخليو دائما سنتيم بالنسبه للخيطه، كنخليو سنتيم. كنجيو لهنايا لطراسينا، كنخليو سنتيم ديال الخيطه. طيب كنخرج خاوي في التحت، واحد القضيه كنقولها لكم دائما، هو كنجيو لهنا باش تجي لبسه ديالنا مقاده، كنطويوه من هنا، من هنا كنقدو نجي هذا نقد مع هذا حتى لهنا، كنهزو هذا اللي في الجمعه وثاني كنطويوه قدر الامكان اللي كنطويوه. الا جانا بزاف غليظ لان نقص ما غادي يقطعو لينا، كنطراسيوه بالطباشير بحال هكذا باش نعرفو فين غنخرجو. كنقطعو المقص، جا غليظ كتقطعي شويه كترجعي ثاني كتقطعي على هاد الاخر. ها نتوما شتي راه واحد الجهه صغيره وحده غليظه وحده رقيقه وحده عريضه، ملي كديرو هكذا كيبان لينا مقاد فيه شي هفوات ولا شي حاجه، كنقدو المقص غير شويه. كنجيو لهذا دابا اللي قلنا قبيله غادي نحيدو هاد الحاشيه، هادي ضروري تحيد لان ملي كتخسر اللبسه كنخليو غير سنتيم من الخياطه. دابا هذا اللي مفتوح على جوج اللي فيه جوج، هذا غنخليوه للنور، غادي يكون النور هذا لان هي هذا تحت ديال العبايه، وهذه راه ما عندهاش الكمان، نزيدها شويه في التركيز، نجي شويه بحال خارج. غنجيو لهنايا غنديرو التقويره ديالنا، التقويره باش تجيكم ساهله الا ما درتوش، الا ما سطرتوه بالبيروكي او بالبيستولي. كنزلو هنايا ب 8 سنتيم، ملي كنطراسيو هنا ب 8 سنتيم ها هو، كنشوفو شحال عندنا هنا، عندنا 8 سنتيم، كنجيو لهنا 8 سنتيم كنديرو بحال هكذا حتى يجي بحال مربع. كنضربوا هاد القنيت اللي دابا تنهضر على المبتدئات اللي خصهم يجبدوا التقويره كي غتجيهم في الفوق،
وما كتخليو لا سنتيم لا والو، كتبعوا الطباشير اللي قطعتو في التقويره، ما خصكمش تخليو لا سنتيم لا حتى شي حاجه، غير نحاولوا بحال هادو راه ما عندهم لا فتحه لا والو، نحاولوا نديرو منين يدخل الراس. دابا هذه هي الفصاله ديالها، ما كنزيدو عليها حتى شي حاجه، كتخيط سامبل عاديه. عاد كنديرو هذا، كنجيو نصوبو الفوقانيه ديالها اللي هي هذه، فيها جوج مترو في الطوب باش تجينا عريضه مزيان، فيها جوج مترو في الطوب. نذكركم هاد العبايه كتهز جوج مترو ستين، جوج مترو هي هادي اللي كنشريو، هي هادي كنطوع على جوج، هذا كتفصل الطريقه بالتنكيس كما كيقولوا، تعرفوها الخياطه هاد الكلمه، كنفصلو يعني بالتنكيس يعني بالكونترير. العرض ديال الطوب هو هذا، كنشريو جوج مترو على 60 سنتيم ديال الكمام، وبهذه الطريقه راه كتجي عريضه بزاف بلا ما نديرو 3 مترو. كناخذو الثوب تنطوي على جوج بحال هكا بالطريقه المعتاده اللي كنقول لكم، ها هو الثوب على جوج، ها واحد الورقه ديال الثوب، ها ورقه اخرى على جوج، كنديرو ليه بحال هكذا. شوفوا معايا دابا راه غادي تشوفوا، غادي تجيكم عريضه بزاف، غادي تطلع زوينه هذه. كنجيبوها بحال هكا، كنديرو هكذا، كيكون فيها في الجلال ديالها راه اكثر من 60 سنتيم تقريبا، كما قلت لكم في الاولى اللي كنديرو حتى في هذه الثانيه. هانتوما كنتمنى هذا الفيديو ما يجيكم طويل، كما قلنا قبيله كنفصلوا الكتف، قلنا طاي 42 هادي قلناها في هادي، كنديرو 21 كتف، كنديرو 32 صدر، كنديرو في الحزام 30، كنهبطو 48 48 كنديرو 30 اللي هي هادي، كنهبطو ب 60 سنتيم، كنديرو في الهونش 34، غنوفيو على اخرى غنديرو 35، من الفوقاني ديما تيجي شويه صغير على التحتاني غير بواحد سنتيم. كنجيو لهنا كنشوفو هذا بعيد، ما خصناش نقطعو وهذا بعيد، علاش نقول لكم علاش هاد ليسباس اللي بقى هنايا، الا شفتو هاد ليسباس بقى راه كتجرو بحال هكذا الثوب، كتجروه كتخرجوا. هادشي اللي جريناه دابا لهنا باش يقرب لينا الطباشير لهنا، انا بغيت غير باش تفهموا مزيان، هذا اللي شفتو جريناه هذا وهذا، هذا ما نحكموش عليه، نحكموا على هذا الصدر وعلى لي هونش كنجروه، باش ما جريناه راه كيعرض لينا لتحت ديال العبايه، باش ما جرينا هذا وقادين الطباشير راه كيعرض ها هو لتحت ديال العبايه ديال القدام، هو هذا راه قلت لكم يقدر يكون فيه 60، هذا راه فيه 65 تبارك الله راه عريض. كنجيو لهنا كناخذوا العبار في الطوطال، هنايا نجريكم باش يبان، هنايا كناخذوا العبار ديال الفوق حدا الكتف، عندنا 29، هنا خصنا يكون عندنا اكثر من 29، لان القدام تيكون فيه تحس يكون فيه على الاقل 31 اللي هي هذه نيشان، هاد 31 كنحلو كما حلينا قبيله هذاك، وديما كنقول لكم كيفاش غنحلو دابا هنا، واخا بيليكم كنحلو من هنا ها هو هذا، وكنهبطو حتى لتحت، كطلع زوينة، لأن هدا دابا لي كنفصل راه غادي ندير ليه واحد الشبكة، وهاديك الشبكة كتلصق مع هاد الثوب الكحل هدا، إلا لبسنا اللبسة داك الغوص كيبان، وكتبان زوينة. دابا هذا هو اللور اللي هذا اللي مسدود، اللي هو اللور، غادي نشدو هكا في يدينا لهنا، غنشدو هذا، هانتوما كتشوفو هذا لتحت، كنقلبو هذا لتحت وهذا للفوق بحال هكا، كنهزو هذا، كنحطوه بحال هكدا، هذا اللي قلت لكم شاط هو شاط. دابا هذا غادي نقادوه نقصوه، ماشي مشكل عندنا، هنا غادي نزيدو الغوز ديالنا في طول الغوز. ورغم ذلك راه عريضه لينا العبايه ديالنا من تحت كما كتشوفوا، ها نتوما دابا معايا شوفوا كي غادي تكون هذه العبار اللي قلنا قبيله اللي هنا اللي هو الصدر، هنا الحزام وهنا لي هونج، غنديروا بحال هكذا هكذا، غنجيو عاوتاني لهنا غنهبطوا 15 سنتيم، هنايا ب 15 سنتيم، هنا غنعبروا 21 سنتيم اللي هي هذه. دابا غيبان لكم الطباشير، لان هذاك حلو الطباشير حمر غوز،
غنديرو بحال هكذا الكويره ديالنا هي هذه. شوفوا هنا غنضربوا ديك 3 سنتيم، الا كنتو كتشوفوا هذا دابا 3 سنتيم غنخرج حتى لهنا، هنا 8 سنتيم اللي قلنا قبيله هي هذه. كنجيو لهاد التحت هذا غنطاسيو دابا بالمسطره، غنطاسيوه من هنا وكنخرجوا من تحت ديريكت. دابا كنجيو كنفصلو كما قلت لكم، كنتبعو الطباشير وكنخليو سنتيم ديال الخيوط. كناخدو كما قلت لكم قبيله، كنديو هاد الجنب لقدام باش نقادو لتحت، كنديو الجنب هاد الجنب دابا لي الجنب لي فصلناهم هادو كنديوهم لقدام لهنا، كنهزو عاوتاني هنا كنديو هكذا حتى كنطوي على شحال من خطر كما قلت لكم قبيله. هذا هو خرج كيبان لكم واحد جاي طول واحد قصير. هاد الطريقه الا درناها كتجي لبسام كامل. كيبقاو بيا هاد الغيبة دابا هي أحسن حاجة، شي حاجة باش تجيكم من التحت دايرة هي هادي. كنبقاو نقطعو طرف لطرف لأن كيجي غليظ على المقص، طرف لطرف حتى كنقادوه كامل. كناخدو دابا هدا، ها هو راه طيب ليكم مقاد، والعباية ديالنا راه كتبان عريضة دابا من تحت تجي زوينة. كنجيو لهاد القدام اللي هو هذا، هاد الطرف دابا اللي شاط لينا راه فصلنا، تبارك الله شاط لينا هاد الطرف ديال القدام هذا. هاد دابا غادي نقصوه بالمقص، يعني غنخليو غير سنتيم وغنقصوه. هذا دابا الا نقصناه غادي نقصوه حتى لتحت باش نرجعو نفصلو. الحزام ديال العبايه او شي حاجه كنجيو لهنا كنفصلوا ديك الكتاف اللي قلنا كنلوحو 3 سنتيم اللي هي هذه هي هذه، وديك 8 سنتيم تدخلوا بجوج سنتيم وقدروا هي هذه. ما عاودتش لكم الا درتها في هذا داك الطرف الثاني. دابا هذا هو الفوق، هذا هو اللور العكس ديال التحت، هذا اللور وهذا اللي محلول اللي هو القدام. هنا كناخذوا كنعبروا الطول ديال العنق ديال الفي ديال التقويره ديال القدام ديالنا باش نديرو فيه باندا غوز، غنعبروه غادي يكون عريض 30، لان الا درنا ديك الباندا الله يجي هو هذاك غنديرو 30 ونزيدو 6 سنتيم ديال الخياطه هي 32. غادي نطراسيو هذا بحال هكذا، ولكن فاش غادي نقطعو بالمقص راه غادي نجيبوها شويه دائريه باش ما تجيناش عوجه بحال هكذا. 30 ها هي، ملي كنجيو عند 30 كنجيبوها دائريه، ملي كنديرو ديك البندره كتجي هي هذيك، ما كنزلوش حتى لتحت. حدنا 60 سنتيم تقريبا كنخرجو خاوي، كنخرجو نقص خاوي بحال هكا. دابا هنا هو اللي غادي يكون اللور وهذا القدام كما كتشوفو، وهنا اللي فصلنا هو هذا، وهاد البندره اللي درنا فيها 12 على متر 50 وكنزيد واحد الطرف في الرقبه هي ديال الرقبه هي 16 سنتيم. هاد الباندا دابا هي اللي غادي نخيطوها، غتكون عندها هنايا بحال هكذا وغادي تكون في الكمام، ولكن حتى نديروا لها واحد الطرف ديال الشبكه هنا غادي نديروها العبايه ديالنا هنا. غادي نجيو دابا لهذا كما كتشوفوا، هذا هو القدام، هذا اللي فصلنا دابا هو القدام هو هذا. كنهبطوا كنهبطو هنايا 30 سنتيم اللي هي هنا، هاد 30 سنتيم اللي باش هبطنا
كنهزو هاد جوج طروفات ديال القدام هكذا الى 30 سنتيم كنقسموهم كما قلت لكم كنعبروا 30 سنتيم من هنا كنقطعوا هاد الطرف التحتاني كنعبروا من الكتف حتى الصدر تقريبا هو هذا 30 سنتيم هي هادي كنخليوه بحال هكا كنزلو بالسنتيم من الكتف كنخليو داك الطرف اللي قطعنا كنهبطو بمتر من الكتف حتى الفوق باش كنهبطو كناخدو هاد الطرف اللي فرقنا مع الفوق كنديرو ليه بحال هكا كنقطعو حتى هو كنفرقو على النص التحتاني كاينه طريقه اخرى ولكن هاد الطريقه اسهل حسن قلت انا بلا ما ندير لكم الطرف من الاول ولكن هادي تجي سهله دابا هذا اللي حيدنا كاين الطرف الفوق وكاين الطرف التحت هذا اللي حيدنا دابا غنوريكم كيفاش هذا دابا اللي حيدنا غنعوضوه بالشبكه غنعوضوه بهاد الشبكه اللي هي هادي كما كتشوفوا غنطويو على جوج هاد الشبكه جوج طرفة هي هادي دونتي الشبكه هذا غنديروا ليه بحال هكذا غنهزو الطرف اللي قطعناه اللي حيدنا على هذاك غنهزو واحد منه وغادي نفصلو عليه ديال الشبكه باش عوض نديرو هذا كنديرو هذا عوض نديرو ديال سميتو كنديرو ديال الشبكه نشوف الوجه ديالو دابا غنقطعو هدا ما يجيش بحالو جوست لان الا خيطنا غيجي صغير على الاخر كنخليو شويه د الخياطه هنا واحد سنتيم الفوق وكنخليو سنتيم لتحت جناب لا كنقطعو يجي جوست معاه لان ما غنزيدو عليه حتى شي حاجه غيكون معاه اخر كما كان طول فاش نقصها فاش غادي نزيدو لتحت عاوتاني هنايا راه كنزيدو عاوتاني سنتيم ديال الخياطه انا دابا غنوريكم الشكل النهائي ديالو وهانتوما معايا ان شاء الله هنا كنجيبوه كما قلت لكم جوست ما نزيدو حتى حاجه من هنا كيجي بحال هذا كنزيدو غير في التحت اللي فرقنا واحد على واحد ان شاء الله الا شفتو الا كملت غتعجبكم دابا هذا هو اللي بقى لينا هذا ما غاديش تخدموا به صافي هذا غادي نخدموا به شي حاجه اخرى هاد الطرف دابا غنخدموا بهم شي حاجه اخرى هذه هي الشبكه اللي قلت لكم هي هذه دونتي الشبكه غادي نجبدو هذا نحلو باش تشوفوا كي غادي تجي دابا هنايا غادي نشدوها بالطرف دابا ديال هنا ديال الشبكه اللي هو هذا غادي نحطوه بلاصه الاخر هانتوما كما كتشوفوا كنظن كيبان لكم الا ما بان لكم غندير لكم هاد الغزر غادي يبان لكم مزيان يتسع هذاك الطرف ديال الشبكه غندير لكم هذه اللي فصلت قبيله غادي تبان لكم مزيان هذه دابا ديالها قالت لبسات كيفاش غادي تبان لكم قالت لبسات دابا غادي نوريكم كيفاش غادي تبان لكم نوريكم غير الشبكه كيفاش كتبان الى كان هذا تحت وهذا الفوق من بعد الى تخيطات راه غادي تشوفوها من طبيعه الحال غير انا بغيت نوريها لكم وصافي هذا دابا الى تخيط غيلصق مع هذا وغادي يبان بحال هكا غتبان لبسه الى لبسها الواحد غتبان بحال هكا هنا غادي يكون هذا الطرف الكحل هنايا وهنا غادي يكون الطرف الكحل في التحت هنا والتحت راه غادي يتلبس وعاد هاد البنده الاخرى هادي غادي نزوها من بعد وغنديروها بحال هنايا غادي تهبط حتى لتحت وانتم معايا الى كملت غادي تشوفوها دابا شنو بقى لينا البنات بقى لينا الكمام دابا هما هادو بقى لينا اللي باغيين الكمام نفصلهم معاكم الكمام اللي هما هادو الكمام تتكون فيهم 60 سنتيم تبقى اصلا فيه متر ونص في العرض
حنا كناخذوا غير 60 سنتيم كفينا، لان حتى هو راه غادي نزيد ليه باندا في الغوص وغادي يكون اكثر من 60 سنتيم. او غنفصلو بهذه الطريقه اخرى، هذه راه مربحه للثوب الا فصلنا على العرض ديال الثوب يجينا احسن بحال هكا. هنا كنزلو كما كنقول لكم غنزل ب 14 سنتيم هنا وهنا ب 14 سنتيم هنايا. غندير لكم بحال هكذا باش تبان لكم، حيت الكحل كيبان فيه الطباشير. هانتوما بحال هكذا هكذا كندخلو هنا بجوج سنتيم، كنوصلو هنايا فين كاين هاد اكس هكذا، كنطلعو للفوق باش كيجي التركيز ديالنا هو هذاك. انا دابا طراسيت لكم تما، عاد نقطع دابا الطول ديالكم شحال بغيت فيه. بغيت فيه 60 سنتيم كما قلت لكم، حيت هذا فيه كثر. غنفصل هاد الطرف نحيدو، هاد الكون كيجي عريض شويه ما تيجيش بحال الكون اخرى. غنجيو لهنا اللي طراسيت لكم، غنجي لهنا اللي طراسيت لكم اللي هو هذا، غندخل بجوج سنتيم وغندور هنا. كنديرو فم لكم هنايا، كنديرو غنعبر لكم باش يبان لكم 28 سنتيم اللي غندير فم لكم هي هنا. هنا من هنا حتى لهنا 40 سنتيم، كندير هنا 25 حتى 26، هنا غندير 26 سنتيم باش كيجي لكم ديالنا داخل. انا بنيت لكم دابا هي، غنوري لكم دابا التقويره ديالكم ديالنا اللي هي هادي. هذا هو لكم، كنجيو حتى الفم لكم ديال هاد العبايه، كنديروا ليه ديك البنده اللي قلت لكم كنديروها هنا، كيجي لكم داير هكذا بحال اسمو هكا. البنات كملنا العبايه ديالنا، وهي ان شاء الله الا خيطنا راه غادي نشوفوها جميع. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير. العبايه اللي فصلنا اللي قلت لكم غتشوفوها الا كملت هي هذه. هانتوما شوفوها فيها لتحت في الغوز والفينيسيون بالغوز، وعندها الشبكه هنايا الدونتي الشبكه. هي هذه كتلبس دو بياس، عندها التحتاني ما عندوش الكمام والفوقاني بالكمام ديالو. وهانتوما كي تتبان لكم، كنتمنى تعجبكم. هي هذه اللي عجبته يدير بحال هذا الموديل. هانتوما البنات، كنتمنى تعجبكم هذه العبايه، واللي عجبته لاشين ديال عالم ام نور الهدى مرحبا به. اللي ما مشترك معنا في القناه يشترك معنا، واللي مشترك معنا يدير بحالها راه زوينه. هانتوما كتشوفوا، كنتمنى تعجبكم بزاف. ها هي شكرا لكم البنات، وشكرا للناس اللي دخلوا معايا جداد، وشكرا للناس اللي كيشجعوا القناه ديال عالم ام نور الهدى. شكرا للجميع، ومرحبا بكم مره اخرى، فيديو اخر ان شاء الله نتلاقاو، ومرحبا بكم.